تعرفنا بنفسك الناس كده عشان يعرفوا اسمك شوية. أنا عبد الفتاح أشرف سلامة من النوفية، من قرية، من مركز أويسنا، قرية كفر الأكرم. أنا طالب في صف الثالث ثانوي، رايح ثالث ثانوي. بس طب كنت عاوز تفهمنا عن مشروعك. المشروع هو اختصار ثلاث مشاكل، تمام. أول مشكلة هي التلوث البترولي، ماشي. تاني مشكلة هي مشكلة ارتفاع سعر البترول، تمام. تالت مشكلة وهي عدم استخدام المية يعني كمصدر طاقة للسفن أو اللي هي تمشي فيها. طب شايف إن المشروع ده هيفيد بإيه في المستقبل؟ هو المشروع هيحل ثلاث مشكلات اللي انا قلتها لحضرتك عليها. اول حاجه هيوفر بنسبه 15% او مثلا باقل تقدير 10% من نسبه الاحتياطي اللي بتستخدمه كل سنه، تمام. لان نسبه 15% بالظبط اللي بتستخدم للسفن والمركبات، تمام، البحريه، ماشي. فمثلا احنا لو وفرنا 10% من البترول دوت، لان انت ممكن تستخدم كاحتياط كحاجه اساسيه كده 5% كمان عشان لو حصلت اي مشكله في البحر والباتري خلصت فممكن تستخدم البترول. لكن ال 10% هتوفر 10%، وده مبلغ يعني دوت حاجه ضخمه جدا. طب انت عرضت المشروع دوت على اي جهه حكوميه او اي جهه تانية؟ لا بصراحه. طب انت عاوز اعرف انت خدت وقت قد ايه في المشروع ده؟ انا خدت اكتر من سنتين. من سنتين؟ كاملين يعني؟ كاملين. تمام. يعني كنت عاوز اعرف انت بتتفق من الدوله عشان تحقق المشروع او تنفذه؟ انا بصراحه ما بطلبش من الدوله حاجه ليا انا شخصيا، يعني انا بطلب للي زي كلهم. احنا ناس بجد مهضوم حقنا، لان حتى المسابقات اللي موجوده هنا في مصر مسابقات خارجيه. يعني تبقاش يعني المسابقات الجديه يعني اللي ممكن تبقى ليها دور، تمام. فاحنا بجد ملناش حاجه هنا في مصر. يعني كل واحد بيدور ازاي يسافر عشان يحقق المشروع بتاعه. لا انا بجد اللي انا اتمناه ان احنا يبقى لينا حاجه خاصه، يبقى لينا مؤسسه خاصه بينا تدعمنا، تشرف على المشروع بتاعتنا، تساعدنا وتشوف اللي احنا ناقصين فيه، الناقص عندنا، وتكمله. بس انا سمعت ان خلال المسابقه اللي انت عملتها تعرضت لظلم، كنت عاوز اعرف ايه اللي حصل خلال المسابقه دي. هو بصراحة احنا كان المسابقة انتي الايسف هي مسابقة كبيرة على مستوى العالم، بتصفي بدور تمهيدي، بيبقى تابع المركز بتاع الادارة اللي انت تابع ليها، وبعد كده بتبقى تابع المحافظة، وبعد كده تبقى تابع الجمهورية، وبعد كده تصفي على العالم، تمام. احنا الحمد لله يعني انا كنت كويس واخدت درجات كبيرة جدا في التمهيدي، وكنت المركز الاول على زملائي كلهم. طلعت على المحافظه ودوت المعرض اللي انا طلعت منه، تمام. بصراحه انا كان حكم لي اربع محكمين، واحد اداني درجات عاليه، والتاني اداني درجات كويسه مش وحشه جدا، وواحد يعني بصراحه ما كانش يفهم ولا يفقه اي حاجه في المجال بتاعي وحكم لي، تمام، وطلع حاجات في المشروع بتاعي انا مش عاملها عشان يحكم لي عليها، واداني طبعا درجات وحشه. الرابع طبعا لازم اذكر اسمه واشكره جدا، دكتور محمد يونس، كليه التربيه. دوت اداني الفور مارك في الدرجات بتاعتي كلها، تمام. والمفروض ان انت ما دام قفلت مثلا ورقه كامله يبقى انت كده عديت من التصفيه، ماشي. انا مش بتكلم ان انا طلعت، لكن انا شخصيا شفت ورقه مكتوب فيها اسامينا كلنا ومصحح عليها الاسامي اللي هي عدت، والورقه دي ما كانتش موجوده في كنترول التحكيم، دي كانت موجوده في مكان معرض عادي، وفعلا الاسامي دي اللي عدت. يعني دلوقتي بتتهم من الناس اللي قدمت البرنامج او المحللين او المقدمين ان هم عملوا خلل في النتيجه. هو انا مش بتهم بس، لا ده انا على فكره مستر هلال الجامعي دلوقتي هو مدير قسم الموهوبين والتعلم الذكي في الاداره، تمام. مصر الجامعي دوت قبل كده اتصل بيا، كان بيرد عليا ان الجيش يساعدني، تمام. انا بصراحه انا شايف ان الموضوع اداره القسم الموهوبين والتعلم الذكي دوت بينصب في حاجه تانية خالص. هو طبعا القسم دوت اتعمل في وزاره التربيه والتعليم تابع لاوامر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماشي. ف
طبعا لكل محافظه ليها اداره، وكل اداره وكل محافظه الادارات متوزعه على المراكز بتاعه المحافظه. فاحنا كنا في مركز اوسنا معانا اداره خاصه، فمستر ريال كلمني وقال لي الجيش وعايز يعمل مشروعك وبتاع، بس انا المفروض ان انت ما تقدمش في اي مسابقات تانية، وانا كنت خلاص تاهلت من ايسف للدور المحلي. فقلت له لا انا المفروض عايز اكمل في ايسف. قال لي لا انت لو انت عايز بجد تنجح كمل مع الجيش، يعني ايسف فيها لعب كده. يعني هو قلت لك ان ايسف فيها تزوير ميس رحاب محرم، اللي ميس رحاب محرم كانت مديرة القسم المبين والتعلم الذكي عندنا. ميس رحاب محرم ديت شالوها علشان كانت عارفة ان في تزوير. وانا بصراحة انا بقول الكلام دوت لان انا شفت الظلم كتير قوي هناك، مش ليا انا، لناس كانت عايزة تشتغل، والبلد دي بجد اللي بيشتغل فيها هو اللي بيدفع الثمن. بس طب انا عاوز اعرف ايه العقوبات اللي قابلتك خلال المشروع او المسابقة عموما؟ اكيد طبعا قابلتني صعوبات كتير، لان انا واحد في اولى ثانوي فكرت في فكره مشروع، مفيش امكانيات متوفره لي، الانترنت ما بيجيبش كل حاجه، لازم تبحث وتعمل سيرش باللغه الانجليزيه عشان تجيب. طبعا الانجليزي ضعيف، لان فقابلتني صعوبات كتير، بس الحمد لله قدرت اتغلب عليها. كل ده اقسم انك يعني بمجهود شخصي، يعني الا كام واحد ساعدوني، مثلا اقول لك اليوم فضل عليا بجد مستر حب محرم، دكتور طارق العلامي، اصحابي وزملائي، اهلي في البيت، هم دول اللي ساعدوني بجد. انا اسم المشروع بتاعي جهاز بيولد طاقه كهربائيه للسفن عن طريق الميه كبديل للوقود. الناس بتفتكر ان انا هعمل الميه مكان الوقود، لا خالص. طب انا عايزين برضو اعرف الناس المشروع هيمشي ازاي. هو المشروع عباره عن جهاز تمام في مقدمة السفينة. هو طبعا انا عملت شكل او بروجكت تاني للسفينة خالص، تمام، بحيث ان هو يبقى في مقدمة السفينة. الجهاز ده تمام عبارة عن تروس بتحركها المية طول ما السفينة ماشية. التروس ديت بتولد طاقة حركية، فالطاقة الحركية ديت بتولد توربينات، فبتحرك توربينات، التوربينات دي بتولد طاقة كهربائية تشحن الباتري اللي موجودة في السفينة جوه، فتحرك السفينة بحيث ان هي ما تعملش اي ما تبذلش اي وقود او تاخد اي حاجه. طول ما انت ماشي ماشي طاقه متجدده من غير اي حاجه، من غير ما تلوث بيئه، مساهم ان انت تحافظ على 10% من احتياطي الوقود في العالم. بس كنا عاوزين نعرف الملف، كنت عاوزك تعرضه للكاميرا، ملف بتاع المشروع. ده ملف المشروع. ده الشكل الخارجي للبروجكت تمام، وده الشكل الداخلي للبروجكت. تمام، المشروع زي ما قلت لحضرتك ان هو هيوفر بشكل كبير جدا، هيساهم ان ما يبقاش فيه ازمه وقود في دول كتير. يعني احنا هنا في مصر بنواجه ازمه وقود تمام، والسفن عندنا هنا في مصر لو السفن كتير والجيش والاسطول والكلام ده، فبياخد منصب كبير قوي من البنزين والبترول الموجود في الدوله. تمام، فاحنا لو استخدمنا الحكايه ديت على الصعيد بس في مصر، انا مش بتكلم على العالم كله، انا بتكلم على مصر بالذات لان مصر اللي تهمني، لو استخدمناها هنوفر كتير قوي، مش هيبقى فيه ازمه وقود. طب انت شايف ان لو المشروع ده اتطبق، هل في اي جهه تانية مش هتوافق عليه خاصه غير الحكومه، ان هو ممكن يضر اي جهه تانية غير الحكومه؟ هي مش هتضر حد لان المشروع سلمي جدا. بس يعني ايه جهه غير الحكومه هتضرها؟ انا عمري ما يعني ممكن اقول لك ان انا عمري ما اتوقع ان جهه خاصه تتضر. كنا عاوزين نعرف برضه انت شفت جايب شهادات تانية، عاوزك تعرضها برضه للكاميرا. هو عاوزك تعرفها لنا برضه. حاضر. هو في شهادات دراسية، وفي شهادات القرآن الكريم بتاعتي، وفي شهادات اللي هي العلمية الخاصة بالمشروع. ماشي، كنا عاوزك تعرفها. تمام ماشي. هو عامة أحسن شهادة أنا بصراحة أفتخر بيها إن أنا خدتها هي شهادة انتل ايسف المعرض المحلي.
وايضا لان طبعا عليها اختام ناس كبيره جدا في البلد مثل الدكتور عبد الله عماره الاستاذ المحترم دكتور عبد الله عماره وكيل وزاره التربيه والتعليم. طبعا برضو شهاده اتمام الدوره التدريبيه دي برضو كانت عاملها لنا قسم مبادره التعلم الذكي على برنامج مهارات البحث العلمي، ودوت حاجه ادتني انا شخصيا يعني بصراحه بشكل كبير، لان الموضوع ان انا في البدايه ما كنتش اعرف ايه هي اساسات البحث العلمي، لكن لما خدت الدوره ديت على مدار اسبوع كانت بجد فادتني. وبرضو الشهاده بتاعت المعرض المحلي ده كان المعرض الاساسي اللي انا بدات فيه ان انا اشتغل. انا اصلا بعيد عن المشروع بتاعي والاختراعات، انا واحد انا بحب الكمبيوتر، بحب اعمل برامج، انا ديزاينر. تمام، انا شركه كونامي اللي هي خاصه بالعاب البلاي ستيشن مدياني رخصه ان انا اشتغل واعمل الالعاب بتاعتها. تمام، على الصعيد الشخصي ليا انا، فانا بعيد عن الاختراعات والكلام ده، انا حاجه تانية في الكمبيوتر. كنت عاوز اعرف منك انت قدمت المشروع دوت لاي جهه تانية او بتمنى ان حد يمولك؟ انا بصراحه اكيد طبعا بتمنى اي حد يمول المشروع بتاعي، لان المشروع لو مشروع ممكن اقدر انا اكلفه من نفسي انا ممكن اعمله، بس المشروع كبير، مشروع كبير جدا. تمام، فانك لازم اي حد لازم يكون حد بيمول، ومش اي حد كمان. فانا قدمت لاكتر من جهه، اخرهم كان مستر احمد ابو هشيمه الراجل الاعمال المعروف، بعت له ميل على الاكونت بتاعته على جيميل او المؤسسه بتاعته اللي هي حديد المصريين، ومستني الرد. طب لو في حد مولك من بره هتوافق؟ طبعا اكيد اكيد. يعني انت عندك عندي ممكن تفيد بره، بس انت كنت قايل ان هدفك في المشروع انك تفيد. انا هدفي في المشروع ان انا افيد البلد، لكن البلد هي مش عارفه تفيد نفسها. المشكله ان بقول لحضرتك ان احنا عندنا هنا ناس كتير كتير جدا. انت لو شفت كميه المشاريع اللي كانت بتقدم في ايسف، يعني انا مثلا انا في بلد اهو شايف ان ايسف كل سنه بتيجي تاخد من هنا واحد، وكل سنه لازم يطلع من اول ثلاث مراكز في المسابقه ديت واحد مصري. تمام، طب ليه انا ما اشوفش الناس ديت ومولها هنا في بلدي واستفيد من المشاريع دي؟ طب كنت عاوز اعرف برضو انت كنت قايل على الفيس بتاعك على الاكونت بتاعك ان في ناس بتتعرض ليك بالهجوم على طول، كنت عاوز اعرف ايه سبب الهجوم ده؟ انا الصراحه ما دخلتش جوه انفسهم عشان اعرف سبب الهجوم، لكن الهجوم بيبقى متكرر، لان كذا واحد يقول لي انت فاكر نفسك مظلوم، انت مش عارف ايه، انت كذا، انت كذا، انت كذا. طب ليه؟ طب انا واحد اهوت انا عرضت مشكلتي، طب ساعدني على الاقل، قول لي على الاقل، مش تقعد تختبرني وتقول لي انت عارف كذا وعارف كذا. طب انا مثلا انا مش عارف، انت تختبرني ليه؟ يعني على الاقل ساعدني. طب كنت عاوزين بقى اعرف يعني مثلا انواع الاتهامات اللي جات لك او التحذيرات او كده، يعني في ايه؟ يعني مثلا الاهانات اللي جات لك انت برضه في اهانات جات لك وكده، كنا عاوزين نعرف زي ايه، كان بالنسبه لمشروعك ولا على المستوى الشخصي؟ لا هو بالنسبه لمشروعي، هو في كذا واحد لما نزلت بوست على جروب على الفيسبوك، كذا واحد اهانوني جامد، يعني قالوا يعني مثلا على دكتور عباطي الله يمسيه بالخير، تمام، الاختراع اللي هو عمله وسوق سمعتنا كلنا، وسوق سمعه الجيش، وسوق سمعه المنظومه العسكريه. تمام، الراجل دوت بصراحه كلنا مش متاخدين ان هو ملوش اي لازمه بسببه. واحد مثلا كتب لي كومنت بيقول لي في عباطي كفته جديد. تمام، في ناس كل شويه تقول ان انا مش عارف حاجه، او كل المشروع بتاعي دوت فيك. عاوز اعرف في حد مول لك المشروع ولا لا؟ مش حد خالص. كنت عاوز اعرف بالنسبه للتوثيق، هل انت وثقته في اي جهه؟ انا حاولت اوثقه فعلا في جهه حكوميه لا شهر العقاري، بس كان في رحله كانت مطلعها او تجربه كانت مطلعها قسم مبادره التعلم الذكي لمركز البحوث في طنطا. تمام، طلعنا علشان نعرف ازاي نعمل براءه اختراع ونقدم. فلما سالت الدكتوره اللي كانت بتعمل لنا المحاضره، فبقول لها انا لو عايز اعمل براءه اختراع للمشروع بتاعي هياخد دي وقت؟ قالت لي هو بتاخد هنا المساله الروتينيه موجوده بشكل كبير، ممكن تاخد المساله من سنه لاكثر من 4 سنين. في النهايه كنت اهل مصر بتمنى ليك ان شاء الله بالتوفيق،
أو إن شاء الله بإذن الله المشروع يتنفذ ويفيد مصر وتقدر تفيد بلدك إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا.